بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حقيقة لي الشرف، أتكلم بكل جد وواقعية، لي الشرف أن أكون بين الإخوة والأخوات في هذا الصرح العلمي العظيم الكبير العريق اللي يمثل تاريخ العراق العلمي. لي الشرف ان اكون في هذا المكان بين الاخوه والاخوات الاساتذه الكرام الدكاتره اللي اتشرف ان اكون تلميذا عندهم واستفيد منهم ومنكم جميعا. اللي اود اقوله على عجاله في هذه الجلسه في هذا المكان الطيب هو الاتي: ايها الاخوه والاخوات، الدين الاسلامي، طبعا ما راح اتكلم بشكل روتيني، يعني اتكلم في وادي والمستمع في وادي اخر، وانما راح اتكلم بشكل جدي وبقناعه راسخه وبعقيده كامله بالكلام اللي اقوله، واتمنى من الاخوه والاخوات ان التفاتهم يكون بشكل جدي حقيقي مو روتيني. الإسلام أيها الإخوة والأخوات دين حياة، الإسلام الذي جاء به أبو الزهراء محمد صلى الله عليه وآله، دين حياة بما تعني الكلمة من معنى، دين حياة. بس تقول أو يسأل أخ أو تسأل أخت أنه ليش تذكر مثل هذا الكلام؟ أنا أعتقد أكو ما يعبر عنه الآن بلغة اليوم الحديثة، أكو حرب ناعمة على الإسلام. الحرب الناعمة الآن أقل خسائر من جهة وأكثر تأثيراً من جهة أخرى، أكو شغل على الإسلام. ولهذا أستغل مثل هذا الحضور لبيان بعض الأمور المهمة وبشكل مختصر. حضوركم يختصر علي الوقت والمسافة، أنا أتكلم مع طليعة أبناء مجتمعي وأبناء بلدي، يعني الطليعة العلمية مع الطبقة المثقفة الواعية اللي تختصر علي الوقت، ما يحتاج أشرح كثيراً بس أأشر فقط. الآن أكو شغل كثير على الإسلام، تقولوا لي أنت مهووس بنظرية المؤامرة، لست مهووساً بنظرية المؤامرة، ولكن القرآن الكريم يعبر مكر الليل والنهار، يقول أعداء هذا الدين يعملون ليلاً ونهاراً، مكر الليل والنهار، هكذا يعبر القرآن الكريم قبل أكثر من 1400 سنة. هذا مكر الليل والنهار الآن تطور، ولهذا المسلمون هم المفروض يلتفتون لهذا المعنى، ومن نام لم ينم عنه كما يقول علي عليه السلام. الإسلام الآن يقولون الشبابنا في بعض الحواضر العلمية غير ذلك، يقولون لهم الإسلام دين موت، قبر، آخرة، تخريب الدنيا، إعمار الآخرة، هذا الكلام كله مو صحيح. الإسلام دين حياة ودين إعمار الدنيا. القرآن الكريم يقول استعمركم فيها، إحنا جبناكم للأرض حتى تعمروها، استعمركم فيها. الله تعالى هكذا يقول. الله تعالى في سورة القصص يقول ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تنس نصيبك من الدنيا يعني تعلم، يعني اعمل، يعني كن نشطا، يعني عمر، يعني تزوج، يعني ابني، يعني 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 لا تنسى نصيبك من الدنيا. قل من حرم زينة الله؟ القرآن الكريم بصريح العبارة هكذا يقول. أيها الإخوة والأخوات، وجودكم فرصة ثمينة أوصل من خلال هذه المعلومات، لعله بعض الإخوة والأخوات ما يتابعني من خلال المنبر، أنا فت فرصة أقول هذه الكلمة. الدين الإسلامي دين حياة بكل وضوح. في سورة الأنفال استجيبوا لله، هذا ديننا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مو لما يميتكم. الآية في سورة الأنفال ما قالت إذا دعاكم لما يميتكم، قالت إذا دعاكم لما يحييكم، يعني احنا دزينا محمد حتى يطرح مشروع حياة بكل تفاصيل الحياة. يقال لبعض شبابنا في بعض حواضر العلم الإسلام دين انغلاق، وإذا تمشون برا المتدينين يصيرون متدينين راح تنغلقون
على أنفسكم. زين شلون الإسلام دين انغلاق وفي سورة الحجرات ربنا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنا ما أدري الإسلام اللي يبين ثقافته الحقيقية منه، القرآن أو غير القرآن؟ أكو شيء إحنا كمسلمين أكو شيء عندنا أعظم من القرآن؟ حقيقة ما أعرف أكو شيء عندنا أعظم من القرآن، من النبي، من آله عليه السلام؟ وين أكو عندنا شيء أعظم؟ القرآن الكريم يقول لتعارفوا سويناكم شعوب قبائل خلقناكم من ذكر ومن أنثى لتعارفوا، يعني حتى يطلع بعضكم على تجربة بعض ويستفيد منها، يستفيد منها طبعاً في المجال الإيجابي، في المجال الحسن. تدرون التجارب بها جانب إيجابي وبها جانب سلبي. ثقافتنا الدينية تقول استفيدوا من الجانب الإيجابي، يستمعون القول يستمعون الدين اللي إجا بالاستماع، هذا دين انغلاق. الدين اللي يقول لتعارفوا، هذا دين انغلاق. يقول استمعوا تعارفوا. الدين اللي يقول كما في آية انظروا في خلق السماوات والأرض، قل انظروا ماذا، الآية بالدقة، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ما أدري قل انظروا، انظروا يعني نقعد نباوع في السماوات والأرض، يو انظروا يعني تفكروا، يعني اكتشفوا، يعني اخترعوا. هاي السماء بها قوانين، الأرض بها قوانين، إذا اكتشفتم هذه القوانين راح تصعدون للسماء، وإذا اكتشفتم قوانين الأرض راح تسخروها بخدمتكم، سخر لكم ما في السماء. شلون نسخر ما في السماء وما في الأرض لنا إذا لم نتفكر ونتعلم ونخترع ونبتكر ونصنع ونصب ونسخر؟ ما أدري هي هاي الآليات الصحيحة لو مو هي الصحيحة. هذا كله يأتي من خلال شنو؟ أن تستمرون في مسيرتكم العلمية. أنا للإنصاف أقول لكم، من أكثر الشخصيات الإسلامية اللي شفتها تدعو للعلم والتقدم بالعلم والاستفادة من الوقت للتقدم بالعلم هو مرجع العلم ومرجع الحكمة ومرجع السلم المجتمعي ومرجع التآخي ومرجع جمع الكلمة ولم الشمل ومرجع حقن الدماء وحفظ الحرمات سماحة السيد السيستاني حفظه الله. من أكثر العلماء والمراجع الكرام اللي شفته يدعو ويحث للاستمرار بمسيرة العلم والتقدم بهذه المسيرة. نريد أرقى مهندسين بالعالم، نريد أرقى دكاترة بالعالم. هسه تقول لي قاعد تحكي مثاليات براس، لا مو مثاليات. احنا الآن دكاترتنا في كثير من بلدان العالم من أرقى الدكاترة في تلك البلدان، في بريطانيا وغير بريطانيا الدكاترة العراقيين من أرقى الدكاترة. دكاترتنا من أفضل الدكاترة في العالم. في كل اختصاصات العلم احنا عندنا بصمة على مستوى العالم مو على مستوى العراق، عندنا بصمة على مستوى العالم احنا. تاريخنا هالشكل، تاريخ بلدنا هالشكل. ولهذا ما قاعد اسولف مثاليات، اقول استمروا بمسيرتكم، كونوا اقوياء بهاي المسيره، لا تضيعون وقتكم على امور تافهه ما بها فائده، لا تضيعون شبابكم. لا تضيعون شبابكم. نبينا يقول اغتنموا خمسا قبل خمس. صحتكم قبل السقم، شبابكم قبل الهرم، مو هالشكل هذا؟ قوتكم قبل الضعف وغير ذلك، غناكم قبل الفقر. نبينا يقول اغتنموا، استفيدوا من الوقت، لا تضيعوا. ديننا دين حياة، نشاط، وقل اعملوا دين عمل. ديننا بس صلاة ومسجد؟ القرآن الكريم يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. إذن ديننا مو بس دين صلاة، وإنما صلاة في وقتها والعمل في وقته والعلم في وقته والعائلة إلها وقت والترفيه عن النفس إلى وقت. ولهذا أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول المؤمن إلى عدة ساعات في يومه، عدة ساعات يعني قسم وقته إلى مراحل. شنو يا أمير المؤمنين؟ يقول ساعة للتعلم، وساعة للعائلة مثلا ترفيه عن النفس والعائلة، وساعة للعبادة، وساعة كذا، وساعة. المؤمن يقسم وقته.
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإسلام دين حياة، دين علم، دين عمل، مو دين موت كما يتصور البعض. بل الموت عندنا حياة، في ثقافتنا الدينية الموت حياة، احنا دين حياة. حتى في زيارة إمامنا الحسين، مو فقط على مستوى الآيات القرآنية، حتى على مستوى الروايات، على مستوى زيارات أمتنا، بل برجاء شهادتك الخاطب الحسين بالزيارة، حيت قلوب شيعتك. يعني احنا نقول للحسين بزيارته، نقول له حتى شهادتك كانت مشروع حياة يا أبا عبد الله، أحييت قلوب الشيعة، قلوب الناس يا أبا عبد الله بشهادتك، وعلمت الناس كيف يقفون بوجه الظلم والانحراف والضلال والزيف وغير ذلك. يعني ثقافتنا الدينية في زيارات أهل البيت عليهم السلام، حتى شهادة الحسين حياة، مشروع حياة، كل شيء عندنا حياة. يا حياة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شوفوا أقول لكم شيء لعل سائلا يسأل، الوقت يركض علي، لعل سائلا يسأل، يقول هو اللي إجابهم أبو الزهراء صلى الله عليه وآله، كانوا أموات لو أحياء. ما تشوفوا النبي اللي بعث بين وهرانيهم ودعاهم إلى توحيد الله وعبادة الله، كانوا تحت التراب وفوق الأرض، ها؟ فوق الأرض، فلما فوق الأرض يعني أموات لو أحياء، أحياء. بس يا حياة، يا حياة، أنا شفت بعض العلماء يقسم الحياة إلى أقسام، يقول أكو عندنا حياة نباتية قوامها النمو، قوامها النمو، إذا الإنسان اكتفى بذلك تكون حياته حياة نباتية، ما تكون حياته حياة بشرية. هسه تقولوا لي شنو قوام الحياة البشرية؟ الآن سأبين بخدمتكم إن شاء الله. يقول أكو حياة نوع ثاني وهي الحياة الحيوانية، نباتية وحيوانية. الحياة الحيوانية شنو قوامها؟ يقول النمو إضافة إلى قوى أخرى. مثل شنو القوى الأخرى؟ القوة السبعية، وبها صار الأسد مثلاً أسداً مفترساً، القوة السبعية. بعد القوة الشهوية اللي على أساسها تتوالد الحيوانات وتستمر وتتناسل في الواقع. الإنسان إذا اكتفى بالحياة اللي قوامها النمو، لو اللي قوامها الجانب السبعي الغضبي، لو اللي قوامها الجانب الشهوي اللي يخلي الحياة تتناسل وتستمر ويكتفي بذلك، يقول هذا حياته تبقى حياة حيوانية، واللي قبله تبقى حياته حياة نباتية، فهو حي بالحياة النباتية أو حي بالحياة الحيوانية، ولكن مو بالضرورة أن يكون حياً بالحياة البشرية. ولهذا تشوفون القرآن الكريم، البعض يقول هذا القرآن العظيم شلون يسب أو يشتم؟ القرآن ما يسب ويشتم. شلون القرآن يقول عن بعض الناس كالأنعام؟ كالأنعام مو يسب ويشتم، وإنما يقول ذولا اكتفوا بالحياة الحيوانية اللي قوامها الجانب السبعي أو الجانب الشهوي أو جانب النمو، أما الجانب البشري ما فعلوا اللي رب العالمين خلقهم به، ولهذا دولة ما عايشين حياة بشرية، عايشين حياة سبعية، يو حياة شهوية فقط، يو حياة أكل وشرب ونوم حتى ينمون ويعيشون فقط. ولهذا يقول كالأنعام، الأنعام هاي الحياة موجودة بها، النبات هاي الحياة موجودة بها. زين على شنو كرمنا بني آدم؟ كرمنا بني آدم بحياة قوامها غير هذا القوام، أكرم من هذا القوام وأكبر من هذا القوام. يجي السؤال، شنو قوام الحياة البشرية؟ التفكير، العقل، العلم. فإذا الإنسان ما فعل عقله ولا تعلم، رب العالمين يقول حال حال بقية المخلوقات اللي أنا خالقها من البهائم كالأنعام، بل القرآن يقول عن بعض الناس بل هم أضل. في سورة الجمعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار تحمل أسفارا. يقول مثل حيوان يخلون كتب عليه وهو ما يعرف هاي الكتب شنو بيها بس يحملها. الإنسان المفروض ما يرضى لنفسه أن تكون حياته كهذه. كرمنا بني آدم
الإنسان يكون يتعلم ويعمل صالحاً. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الإيمان جن الحلم وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع أمور، هذه الأربع أمور إذا فعلها الإنسان في ثقافة القرآن تتحول حياته إلى حياة بشرية. ولهذا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الحياة البشرية، وإلا هم الحياة النباتية موجودة فيهم، والحياة اللي قوامها الغضب واللي قوامها الغرائز وكذا موجودة كانت فيهم. لما يحييكم الحياة البشرية اللي قوامها إيمان علم عمل عقل. العقل أئمتنا قالوا ما عبد به الرحمن، أئمتنا قالوا العقل ما عبد به الرحمن. إذا فعل الإنسان عقله وتعلم وعمل صالحا وخدم مجتمعه فعل الحياة البشرية. هسه تقول لي عمل صالحا يعني بس يصلي ويصوم؟ نعم يصلي ويصوم هذا عمل صالح، وبنفس الوقت يبني مستشفى، يبني مدرسة، يبني جامعة، دار أيتام، دار عجزة، يخدم مجتمعه، يخدم ناسه، يساعد مريض، يزوج لشاب، هذا كله عمل صالح. وهذا تعاونوا على البر والتقوى كما يعبر القرآن الكريم، أنتم بشر كرمناكم تعاونوا فيما بينكم على فعل الخير. وعنوان فعل الخير يشمل خير الدنيا والآخرة. يا جماعة الإسلام دين حياة. هسه واحدة من الأخوات يا واحد من الإخوة يقول لي مو هذا فلان يبدأ يتدين مو هالشكل يسوي، هذا فلان مو الإسلام. احنا نقول الفرق، نقول الفرق. أنا الآن أتكلم عن الإسلام كإسلام. يبقى إنسان مسلم يخطئ هذا هو يتحمل مسؤوليته، هذا هو يتحمل مسؤوليته. الإسلام ما قال لك يسوي، أنا أتكلم عن الإسلام. الرفعة في ثقافة الإسلام، أنا أقول شيء مهم للإخوة والأخوات وما أحب أطيل عليهم، أنا وقتي أنطوني إياه وأحاول أكون دقيق وما أتجاوز الوقت بدقيقة واحدة، أنا على وقتي بدأ يشرف على الانتهاء في الواقع. بقى شيء أقوله لخدمة الإخوة والأخوات، لأن حضوركم أمانة عندي بصراحة، يعني أخاف إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أخاف ما أدي الأمانة بالشكل المطلوب وأحاسب يوم القيامة. أنتوا شباب، أنتوا جيلنا الصاعد، انتو عينة مجتمعنا، انتو ستقول هاي شنو مجاملات؟ والله مو مجاملات، اكثر من هذا شنو تقول؟ اقسم بالله صادقا هذا الكلام اللي اقوله مو مجاملات، ولكن انا اعتقد التغيير نحو الاحسن انتم، تقدم بلدنا كل المجالات انتم، بناء حاضرنا ومستقبلنا أنا مؤمن بنسبة 100%، بناء حاضرنا ومستقبلنا أنتم، بناء بلدنا أنتم، تغيير نحو الأحسن أنتم، رفع اسمنا في العالم عاليا أنتم. نريدكم أفضل دكاترة، أفضل مهندسين، أفضل بقية التخصصات، أفضل شيء نريدكم. في ثقافة الإسلام أيها الإخوة والأخوات رفعة عند الله، ذكر هذا ذكر فيكون أفضل من المرأة. رب العالمين يقول مول شكل، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليش أقول لكم الإسلام دين حياة؟ شوفوا هاي الآية، فلنحيينه دين حياة، مو أنا هو الإسلام دين حياة. ماكو فرق ذكر أنثى، يقول مؤمن عمل صالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة. هذا رب ذكر أنثى شنو؟ ويا ربي الرفعة بشنو؟ مو ذكر أنثى؟ يقول لا مو ذكر أنثى. هسه الحرب الناعمة على الإسلام يقولون كان ليش الذكر من حظ الأنثيين؟ هاي في الإرث، ليش الرجل يأخذ أكثر؟ مو دائما الرجل يأخذ أكثر، مو دائما، مو دائما. وليش أقول حرب ناعمة؟ يعني هذا بالإرث الرجل يعطى أكثر من المرأة في بعض الموارد، هذا مو لأنه ذكر ولأنه ذيك أنثى فهو لأنه ذكر، لا لا، الإسلام سد جانب مالي للأنثى بهذا المكان فأعطى للذكر أكثر. إذا هذا الجانب المالي في مورد آخر ما مسدود للأنثى يعطيها أكثر من الرجل. يعني أكو عندي موارد فقهية بس وقت ما عندي،
أكو عندي كتاب اسمه الإسلام والإنسان ثنائية المنهج والتكامل، جبت هاي الفروض الفقهية جبتها. الإسلام في موارد فقهية معينة يعطي المرأة إرث أكثر من الرجل، فلو كان التفضيل على أساس الذكورة على أساس الذكورة يعطي أكثر، ليش في موارد أخرى يعطي للأنثى أكثر مما يعطي للرجل؟ إذن القضية مو قضية ذكر أنثى، قضية المكان اللي الرجل والمرأة. إذا كان الجانب المالي مؤمن للمرأة هنا يعطي للرجل، إذا كان الجانب ما مؤمن للمرأة هناك يعطيها أكثر من الرجل. وعندي على الأقل 3 فروض فقهية و4 المرأة تستلم بالإرث أكثر من الرجل. فإذا القضية قضية ذكر وأنثى وقضية حالة بها الرجل والمرأة. شوفوا ليش أقول لكم شغل غريب على الإسلام، شغل غريب. الإسلام ما يفرق، يقول خلقناكم من ذكر وأنثى، الإسلام يقول تبت يدا أبي لهب وهو رجل، ويقول ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي امرأة يقول ضرب الله مثلا، مو للاتي تفتوني إخوة أخوات، ما يقول ضرب الله مثلا للاتي آمن، يقول ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، الذين آمنوا بذكورهم وإناثهم خلينا لكم قدوة اسمها آسيا بنت مزاحم، فأنتوا برجالكم ونسائكم اقتدوا بآسيا بنت مزاحم. أنت رجل؟ نعم، اقتدي بآسيا بنت مزاحم. آسيا بنت مزاحم خليها قدوة إليك، أنت رجل. شنو من دين هذا؟ قبل 1040 سنة. أنا أتمنى من الشباب الإخوة الأخوات يراجعون تاريخ الحضارات القديمة، يعني حضارة بعض حضارات الغرب وبعض حضارات الشرق. أتمنى أنا قارئ. بعض الحضارات كانت تنظر للمرأة أنها جن، وبعض الحضارات كانت تنظر للمرأة أنها شيطان، وبعض الحضارات كانت تنظر أنتوا أقرب. أنا قاعد أطلب منكم أنتوا أقرب. بذيك الأيام اللي كانوا ينظرون للمرأة بهالشكل هذا، يجي الإسلام يقول المرأة قدوة للرجل والمرأة. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بذاك الوقت اللي هكذا كان من غرور للمرأة، يجي رسول الله محمد فيقبل يد فاطمة ويجلسها مكانه ويجلس أمامها. لو كان يقولها فداكي أبوكي أني أفديك بنفسي، لو كان يقولها أم أبيها أنت أمي. معيار الرفعة شنو؟ لا الأموال ولا الذكورة والأنوثة ولا شنو؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم. إيمان واحد يسبب رفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم بعد، والذين أوتوا العلم درجات. إيمان وعلم وعمل طبعاً. علم آخر شيء أقوله، في ثقافة القرآن الكريم أكو علم لازمه القوة، يولد قوة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أنا آتيك من اليمن الفلسطين رمشة عين، أجيب لك عرش بلقيس. بشنو جبته؟ بعلم من الكتاب. هذا الذي عنده علم من الكتاب، علم يولد قوة في ثقافة الإسلام. 2، سجل يوم، علم يولد خشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء بعلمهم. علم يولد قوة، علم يولد خشية. 3، علم يولد عصمة، لازمه العصمة، همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. برهان ربه علم، ولد عصمة. ولهذا هذه حواضر العلم العريقة ما يفترض أن تكون مكان لعلاقات غير مشروعة وكذا. أنت بنية هنا، هذا الإسلام يقوله، تضيق علينا ما أرضى ضيق علينا. الإسلام يقول لك بنية هنا شفت أخلاقها وضعها
دراستها، مهتمة بحياتها، البنية حبيتها تريد تروح تزوجها، ما حد يقول لك لا. تعال من الباب، هذا الإسلام، وقل ربي أدخلني مدخلة صدق وأخرجني مخرجة صدق. ما أدري الزواج كيان أسر، تعال من باب الصدق. هذا اللي يريد الإسلام، لا تستغل البنت وتضحك عليها وبعدين تتركها وتخليها تبكي، وعلى شو تضحك عليها ليش؟ هذا اللي يقول الإسلام، مو ضيق. الإسلام يقول لك هاي بنت شفتها مناسبة لحياتك، هي هم شافتك، مو بس تشوفها، هي هم تكون تشوفك. علي بن أبي طالب إجا يخطب الزهراء، علي بن أبي طالب، النبي قال له والله يا علي كون أشوف فاطمة شنو تقول، تقبل ما تقبل. بس تقول لي بعض آبائنا شو بقى؟ هاي مشكلة الآباء، مو مشكلة الإسلام. الإسلام قال البنية تكون يؤخذ رعيها. إجا النبي لفاطمة قال لها فاطمة علي بن أبي طالب إجا يخطبك، تقبلين بي وما تقبلين علي بن أبي طالب؟ الرأي رأيك، الزوج زوجك، والحياة حياتك، أنا ما أقدر أفرض عليك، تقبلين بعد لو ما تقبلين. قال سكتت، استحت، قال سكوتها رضاها. قال يا علي فاطمة لك. هذا الإسلام، تعال من الباب بكل صدق واحترام وتزوج، منو مانعك؟ وابني أسرة، ربي ذرية طيبة، مشكلة. يرفع الله الذين آمنوا منكم ويؤتوا العلم، علم يولد قوة، علم يولد خشية، علم يولد عصمة لولا نار، علم يولد رشد، رشد. هل أتبعك؟ سورة الكهف، موسى يقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ العلم اللي عندك لازمه الرشد، أريد أتعلم هذا العلم منك حتى يصير، حتى أحصل على اللازم وهو الرشد. هذا مو معنى موسى ما كان عنده رشد، عنده رشد، ولكن العلم درجات، درجات. علمي يولد رشد، قد تبين الرشد من الغي. ايش صار؟ 4-5 علم، طبعا هنا هل أتبعك، شوف الأدب مع اللي تتعلم منه، وهذا درس لكم الأساتذتكم. شوف شلون موسى نبي رسول من أولي العزم، يقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني، هل تأذن لي؟ شوف الأدب والاحترام، أستاذ شلون يكون يحترم يقدر. آخر شيء، يا هاي آخر شيء، علمي يولد ضرورة اتباع. يا أبتي إبراهيم العمة، يا سورة مريم، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. علم يولد ضرورة اتباع. صار كم لازم؟ 5 و6 و7 و8. دينكم لما يكون دين العلم بهالشكل والدعوة للعلم، المفروض أنتم شلون تكونوا تصيرون؟ إيش قد تحترمون العلم، تهتمون بالعلم، تتقدمون بالعلم، ما تضيعون وقتكم، ما تضيعون شبابكم، اقروا، طالعوا، ثقفوا، ابنوا أنفسكم، ابنوا مستقبلكم، خدموا بلدكم، ناسكم، أهلكم، حيصير عندكم هدف سامي بالحياة وهو خدمة جيلكم ومجتمعكم وبلدكم، هذا البلد الطاهر الطيب، هذا العراق أبو 7000 سنة حضارة، اخدموه بأمانة. من الآن عاهد الله النبي آل عراقكم الطيب الكريم أن تكونون أهل أمانة، رشوة ممنوع، خطأ ممنوع، استقامة، صدق، خدمة بلد بكل إخلاص ومحبة، تقدمون بلدكم إن شاء الله تعالى. هذا أملنا فيكم وإن شاء الله يتحقق. أبارك لكم هاي العفة والطهارة والحجاب اللي شفتها في هذا المكان وأشجع عليها. أرجو من الله أن يعزكم، أن يدينكم، اتجاسرت بحضوركم، أعتذر منكم، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.